نحن احتراماً لعقول الناس ولأن بتفرق معنا الحقيقة وبهمنا البلد، ندعي اليوم كل الأشخاص يلي تداوروا على اتهامنا بالإعلام بموضوع الكهرباء ووزارة الطاقة، ندعيهم لمناظرة علنية جريئة قدام الرأي العام مع الوزيرة ندى البستاني والوزير سيزار أبي خليل، لأن التعرض لحملات من تشويه السمعة والأكاذيب وتضليل الرأي العام حصل في ملف الطاقة على مر سنوات منذ تسلم التيار الوطني الحر لها عام 2009، وبعدما تجند العشرات لا بل المئات لهذه الغاية، دعا التيار اليوم وتحت شعار مناظرة مش تنظير كل من اتهم وزراء التيار بالتقصير والسرقة والفساد في قطاع الكهرباء إلى مناظرة علنية يوم 31 آذار يشارك فيها كل من الوزيرين السابقين ندى البستاني وسيزار أبي خليل. من بعد أكثر من 10 سنين ومئات المؤتمرات الصحفية والبرامج الحوارية والاتهامات والإيضاحات، النتيجة واحدة: لبنان واللبنانيين، كل اللبنانيين على العتمة. لما حاولنا وجربنا مراراً وتكراراً ننفذ الخطة علماً أنه كل مرة كنا نحذر من خطورة عدم تطبيقها ونتيجة عرقلتها يلي هي الوصول للعتمة الشاملة، كان دايماً هدفنا كهرباء 24/24 لكل المواطنين اللبنانيين. واليوم كل اللبنانيين قاعدين على العتمة وعم يتكلفوا أموال طايلة لحتى يترحم عليهم صاحب المولد ويعطيهم هالكم ساعة كهرباء بالنهار بأعلى سعر كهرباء بالعالم، عدا عن أنه تمن هالفيول عم يستنزف ما تبقى من ودايع الشعب اللبناني. وبالأسماء هؤلاء هم المدعوون: الوزير نقولة نحاس، نايب أنطوان حبشي، نايب بلال عبدالله، نايب ياسين جابر، نايب علي حسن خليل، سيد جمال صغير، سيدة جيسيكا عبيد، سيد يحيى مولود، سيدة كارول عياط، النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان، السيد جان العلية، سيد غسان بايدون، سيد مارك أيوب، سيد رياض قبيسي، سيد رياض طوق، سيد هادي الأمين، وكل مين بيعتبر حاله معنا في يتصل فينا على رقم 71-010-950. بعض من وردت أسماؤهم في دعوة التيار تفاعلوا وغالبيتهم سلبا، فمثلا يحيى مولود نشر الفيديو التالي: استمعت من شوي لفيديو لمنسقة الإعلام بالتيار الوطني الحر عم تدعيني شخصيا لمناظرة، هن مقررين الشكل وهن مقررين المدعوين مع عدد من الأشخاص اللي جزء منهم كانوا من أحزاب السلطة واللي هن سوا شركاء بالعتمة اللي وصلنا لها. هيدي العتمة اللي كنا عم نجرب نمنعها من خلال مواجهتنا لألهم بالقضاء، وخاصة بملف الفيول المغشوش وملف البواخر. بالفعل اللي استحوا ماتوا فعليا. لو القضاء أخذ مجرى والعدالة كانت ماشية بالطريق الصحيح، يمكن ما كانوا قدروا وصلوا هدول الشخصين ليأخذوا سجل عدل نظيف. لكن نحن مكملين بالمواجهة، والمواجهة لنا، ومش عم نحكي تنظير. وأنا مستعد واجه زعيم التيار جبران باسيل بمناظرة علنية على الهواء بطريقة شفافة من أجل الوصول للحقيقة ونعرف ليش نحن اليوم عايشين بلا كهرباء. هادي الأمين كتب: عزيزاتي، سقفة بدير مناظرة بينكم وبين شركائكم بالحكم عن يلي وصلتونا عليه وعن خططكم ومشاريعكم الفاشلة بالطاقة وبالمي، وبوجهكم بمعطيات بتثبت فشلكم وبتوثق فساد وسرقة صارت بعهدكم، وبسألكم عنا أمام الرأي العام. ناطرين جبران يرد. جيسيكا عبيد كذلك تهربت قائلة أنها مستعدة للمشاركة ولكن وفق سلسلة من الشروط، أولها أن يشارك جميع وزراء الطاقة السابقون وبالأخص الوزير جبران باسيل، وأن يكون مكان المناظرة قاعة مستقلة يتم الاتفاق عليها، وأن يدير المناظرة أحد الإعلاميين الحياديين، وأن تنقل مباشرة على جميع وسائل الإعلام.
أما النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان فرحبت بهذه الدعوة قائلة: بالطبع أود المشاركة فيها، معتبرة أنها فرصة لكل فرد لكي يذهب ويعبر وجها لوجه عن رأيه فيما يتعلق بموضوع الكهرباء، مضيفة لأحد المواقع: متأكدة من أن هذه المناظرة لن تكون إلا حفلة صريخ، وسيتم إيصال آرائهم فقط دون إفساح المجال أمام الطرف الآخر لكي يعبر عن رأيه والمناقشة. أما جان علي فأصدر بيانا خلاصته قال فيها: سأعلن الموقف المناسب في الوقت المناسب من منطلق الحرص على تبيان الحقائق في مواجهة الافتراءات.